مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في بيروت اليوم، حيث يسرني ان استضيف مسؤول الاعلام في تيار المردى المحامي الاستاذ سليمان فرنجيه، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاتيه. هل يكون الرد على وقف التشريع في مجلس النواب بعرقلة عمل الحكومة؟ هل يلتزم تيار المردة بدعوة البطريرك الراعي إلى وقف التشريع في مجلس النواب والإسراع في انتخاب الرئيس؟ في ظل التجاذب بين 8 و14 من آذار، هل من أمل في إقرار السلسلة؟ أستاذ سليمان، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. ما هي أجواء أول شيء مجلس الوزراء؟ هل تم الاتفاق على مسألة التوقيع على قرارات الحكومة؟ لا، ما عرفنا هلأ أنه ما تم الاتفاق على شيء بعد. بالنهاية يعني نحن عنا كتيار مردة فصل، إذا بدنا صح التعبير، بعد بين صلاحيات رئيس الجمهورية كرئيس جمهورية وصلاحيات مجلس الوزراء. النقطة الأساسية هي بما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، لأنه بتعرف النص المادي الدستوري بيقول بعد خروج سدة الرئاسة تنتقل الصلاحيات لمجلس الوزراء. من هالمنطلق نحن بنشوف هيدي النقطة ضروري إنه يصير في إجماع عليها، يصير وفاق على النقط التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، بما يعني إمضاء كل الوزراء الموجودين على طاولة مجلس الوزراء. يعني هذا من حيث المنطق، وهذا الشيء لا يعد انتقاص انتبه من صلاحيات رئيس الحكومة. أنا بقدر أقول أنه رئيس الحكومة مثل ما ينقلنا الوزير عريجي بمجلس وزراء بيمثل تيار المردة، أنه عم يكون كتير إيجابي ورجل فعلا يعني يتسم بالموضوعية ويقدم كل ما هو إذا بدنا نعتبر جيد وصالح كي تستمر عجلة المؤسسات في هذا البلد. طب ليش برأيك بعد ما تم الاتفاق؟ يعني أكيد بطبيعة الحال أنه في تجاذب سياسي، يعني ما بدنا نجي نحط كفوف، بدنا نعتبر أنه اليوم نحن ببلد بالنهاية في تجاذب سياسي، والتجاذب السياسي واضح. على هذا التجاذب السياسي بطبيعة الحال أنه بده ينسحب على أعمال الحكومة وعلى أعمال المؤسسات وعلى أعمال السلطة التنفيذية والتشريعية بطبيعة الحال. يعني ما بدنا نجي نعتبر نحن أنه نحن عايشين بدولة أفلاطون وفي نوايا صافية بين اللبنانية، وعلى ضوء الأمور بدها تمشي على قدم وساق. لا، هذا الشيء مش مزبوط. البلد مقسوم، والبلد في توزيع مذهبي وطائفي لكل المناصب الموجودة بالدولة اللبنانية. بتقلي اللبنانيين اليوم عندهم وعي تام على مصلحة بلدهم، بقول لك لا مش مزبوط، عندهم وعي تام على مصلحة بلدهم. اليوم ثم تمن يعني الرهان على، إذا بدنا نعتبر الموضوعيين بهالبلد اللي عندهم حس المسؤولية بهذا البلد، إنه يجنبوا بلدهم مثل ما تجنبنا هلأ هيدي الفترة الكاس الأمني. نحن عم نقول تعوا تنشوف شو الطريقة المناسبة تتكفي عجلة البلد ماشي، مصالح الشعب ماشي، بما أول شيء ما بيعطينا صورة وأنه البلد بيمشي بدون رئيس جمهورية، هذه نقطة أولى. تاني شيء أنه نقدر نأمن نحن كل شيء بيتعلق بمصالح الناس واستمرارية المؤسسات. يعني هذا هو العنوان العريض اليوم. إذا في نوايا صافية نحن بنقدر نطبق هذا الشيء، إذا لكن إذا النوايا ما صدقت، وإذا كل واحد عنده التزام بأجندة سياسية معينة استيستوني، بطبيعة الحال أنه بدنا نوصل لصدام، أنه بدنا نوصل لمرحلة ما نقدر نتفق على آلية عمل سواء بالمجلس النيابي أو بالحكومة. طبعا عندما يقول الرئيس بري بأنه الموقف من الجلسة التشريعية سوف يؤدي إلى أو يؤثر سلبا على مجلس الوزراء، هل يعني ذلك أنكم في صدد تصعيب الأمر كي تتم المبادلة بين المجلسين؟ ليك خليني أقول لك شغلة أساسية. نحن الأساس بالنسبة لنا، صحيح هلأ بتقلي أنا عم بحكيك عن مجلس وعن حكومة، أنا مش عم بظهر برد سؤالك وحاجاوبك على سؤالك، بس نحن المهم لنا انتخاب رئيس جمهورية. خلينا نكون دقيقين وحاسمين، ونحن بنعتبر نحن كمسيحيين بالتحديد انه خلو سدة الرئاسة من شخص رئيس الجمهورية هو انتقاص سياسي ومعنوي للمسيحيين بهذا البلد. خلينا نكون واضحين، من اي شخص بيقدر يعطل انتخابات رئيس الجمهورية، ولكن وفق المعايير اللي احنا بنشوفها الامور التعطيلية، يعني كتقييم للتعطيل. هلا بموضوع الحكومة، إذا بدنا نعتبر أكيد نحن قلنا لازم تمشي الحكومة وقلنا لازم يمشي مجلس النواب، بما لا يعني بأنه البلد بيقدر يمشي بدون رئيس جمهورية. هلأ اليوم إذا كان في تعطيل مقصود لأعمال التشريع بمجلس النيابي وكأنها رسالة سياسية
لهيدا الطرف اللي هو اليوم عم بيدير مجلس نيابي اللي حضرتك تفضلت عنه الرئيس نبيه بري، بطبيعة الحال هذا بيكون جزء من التجاذب، وهذا ما لازم أكيد نرد عليه بمجلس وزراء نحن عم نقول، بس ولكن كذلك الأمر لازم يتعاطى يتم التعاطي مع هذا الملف مثل ما بيتعاطى الرئيس بري مع ملف الحكومي بالتحديد، وحرصه على استمرارية عمل الحكومي بما لا يحدث شغور على مستوى السلطة التنفيذية. بطبيعة الحال شغور على مستوى السلطة التنفيذية لا يجب أن يكون هناك ثمة شغور على أساس السلطة التشريعية. بطبيعة الحال يعني أنا اليوم إذا بدي كدستور كمحامي ما بيعتبر كدستوري لأنه صار في كتير دستوريين عنا ما فتح كتاب يقرأ دستور وكله جمالة وجهات نظر وكله وجهات نظر يعني صار عنا بيني وبينك إذا الدستور صار خلاف بلا الدستور إنه خلص سير على الطريقة البريطانية بلا الدستور شو هذا من وين الدستور يعني خلص بنمشي مع بعض بس الفكرة إنه كيف بدها تمشي حكومة هيدي سؤال وطرحه الوزير علي حسن خليل بفتكر مع الأستاذ مارسيل غانم بالحلقة إنه طب إنه في رقابة على عمل مجلس وزراء على أعمال السلطة التنفيذية من قبل المجلس النيابي إذا اعتبرنا المجلس النيابي هو سلطة اشتراعية سلطة أو هيئة انتخابية من بعد شغور سدة الرئاسة طب إنه كمان السؤال يطرح دستوريا كيف المجلس النيابي كيف الحكومة بدها تكفي وتمارس صلاحياتها من غير تصريف أعمال بدون وجود مجلس نيابي يراقب أعمال السلطة التنفيذية. ما نحن اليوم الموضوع تمام فوت بهذا الجدل نحكي إنه موضوع سياسي. يعني نحن قد ما نحن ما نسيس الموضوع ونعمل تجاذب سياسي وتجاذب طائفي وتجاذب مذهبي بنقدر نحكي بتفاصيل هذا الموضوع. قديش برأيك بتتحملوا مسؤولية الوصول إلى هذه الحال؟ الشغور يعني بسدة الرئاسي والانتخاب انت عم تقول انه لازم الاولوية للانتخاب الجمهورية نزلتوا غير على جلسة واحدة وصلنا ننزل صلب الموضوع نزلتوا غير جلسة ولا مش الفكرة ديك الفكرة استاذ توني بعرفك بعمقك معلش خليني خاطبك بعمقك اليوم لانه بعض الاحيان بالاعلام مع احترامي لهم يمكن بتحكي شيء بصير مالك مثل الكني والحمى لا مش مزبوط هيك بدنا نحكي عمق بهذا الموضوع وبعرف انه قديش مدى اطلاعك على هذا الموضوع وقراءتك ودائما اللي بيقرا تاريخ بطبيعه الحال بيقدر يستشرف مستقبل وبيقدر يعمل اناليز شو عم بيصير هلا يعني بالنهايه التاريخ بيعيد نفسه بطبيعه الحال نحن استاذ توني قاطعين بمرحله اليوم مش عم بعمل لك مطولات بس ولكن قاطعين بمرحله اذا بدك فيك تعتبرها مرحله مصيريه يعني اللي صار بالعراق واللي صار بسوريا واللي صار بلبنان بالموضوع المسيحي بالتحديد عم ينطرح سؤال اول ما اجى سيد بكركي على سيد بترك الراية على بكركي كان اولويته شو جمع المسيحيين ونحن كمان اللي بينا وكان اللقاء الرباعي اللي صار ببكركي هيدا عيني عن انه كان في فعلا رغبه من الكل خيي نحن جماعه عندنا مشكله تعوا تنحلها اليوم في مناسبه في بترك جديد اليوم موجود تعوا تنعطي دفع بهذا الموضوع اليوم ليش ما صار لقاء على مستوى وطني إذا بدك نعتبر كأولوية ببكركي لأنه كان في مشكلة حقيقية بين المسيحيين عم بتأسس على مشاركة المسيحيين حقيقة في السلطة السياسية وفي القرار السياسي من بعد اللي عم بيصير بالمنطقة ثمة السؤال يطرح أنه نحن إلى أين؟ يعني نحن كمسيحيين نحن إلى أين؟ اليوم نحن اعتبرنا أنه إذا في استحقاقات معينة سواء الانتخابات النيابية على سبيل المثال صار في حركة بموضوع اللقاء الأرثوذكسي ليش ما صار بطريقة عفوية بغض النظر عن تفاصيل لأنه هناك ثمة حس بالمسؤولية لدى المسيحيين وللقيادات المسيحية بشكل عام أنه نحن بدنا ننقي نوابنا تنشارك حقيقة في السلطة بغض النظر عن كيف صارت الأمور ومين معه ومين ضد والمناورات إلى ما هنالك في استحقاق آخر عم بيصير برئاسة الجمهورية كمان المسيحيين عم بيقولوا نحن كيف فينا نشارك بالقرار السياسي يعني شو عم بيصير يعني في ثمة أجواء لدى المسيحيين كلهم على طريقته إذا صح التعبير انه نحن جماعه كيف فينا نشارك حقيقه في السلطه الحلو بالموضوع انا بشوف شيء بشوف النص المليان بالموضوع انه فعلا في جو اليوم موجود بالبلد في سقف موجود بالبلد لدى المسيحيين ولدى شركائنا بالوطن انه يا جماعه تعوا تنقرب اي ملف اليوم وفق نظره معينه انه انتم يا مسيحيين كيف فينا نحن نفوت على العمليه السياسيه وانه المسيحي يكون شريك بهالموضوع هلا رحنا على انتخابات الرئاسه نحن شفنا انه بانتخابات الرئاسه نحن بحاجه في نموذج اسمه مشير سليمان وغير مشير سليمان مع حفظ الالقاب ما بيقدر يعمل تمثيل مسيحي حقيقي لانه تبين لنا انه اول هدف عند هيك رئيس نوعيه رؤساء هو ضرب القيادات المسيحيه الاساسيه التي تمثل شعبيا من اجل ايجاد نفسه كبيضه قبين اذا صح التعبير وكحاله معينه وبطبيعه الحال انه يوصل لمرحله انه يكون موجود بطريقه يعني ضمن العمليه السياسيه وانه ياخذ حجمه السياسي على حساب الحاله الشعبيه المسيحيه اللي بيعكسوها
أقطاب سياسية معينة. اليوم نحن عم نحددون بالأقطاب الأربعة. نحن عم نقول أنه نحن في عنا شركاء بالوطن كل طائفة موجودة اليوم بالبلد، عم تعكس تمثيلها الشعبي ضمن السلطات اللي منوطة فيها ضمن بحكمة بالدستور أو بالأعراف دايماً برئيس الحكومة. نعم برئيس الحكومة. نعم نعم. من بارح دخلك بال 2011 مطلع جبتوا الرئيس مئاتي ليك يمثل هو الأول بالتمثيل. نحن ما ولا هيدا مش محسوبة. نحن ما جبنا الرئيس مئاتي، ما صوتوا له، ما سميتوه. حكيك بصراحة ما سميتوه. سميناه نحن بس سميناه. تقلك شغلة صغيرة بس نحن سميناه. خليني لك كلمة صغيرة. اليوم اللي صار بفترتها، أول شيء أنا بقدر أتبنيه لوجهة نظري، مش لوجهة نظر اللي حضرتك عم تحكي عنها، لسبب كتير بسيط. إنه ردة الفعل اللي انعمل لدى تيار المستقبل بفترتها بأكد النظرية اللي أنا عم بقول فيها عند المسيحيين. غلطتوا يعني؟ لا لا لا، انتبه، هم لم يخطئوا. أنتوا غلطتوا. نحن لا، نحن مش ما أخطأنا. لحلك ليه ما أخطأ؟ استفز زيتون. لا لا. جربتوا تفرضوا عليهم. قبل ما يجي الرئيس نجيب مئاتي، انتبه، نحن قلنا له يا الرئيس سعد الحريري نحن بدنا إياك رئيس حكومة. بس ولكن الشروط اللي حطيناها اللي هي الشروط الموضوعية اللي هن رفضوا بفترتها الالتزام بهذه الشروط الموضوعية واللي على أساسها استقالوا الوزراء. يعني أنت اليوم استقالة الوزراء في بند واحد، استقالة الوزراء بند واحد شهود الزور، استقالة الوزراء طرحتوها دخلك بحكومة الرئيس مئاتي بالسنتين ونص. نحن بالنهاية مرة واحدة، خلينا لك صغيرة، نحن شهود الزور وغير شهود الزور. يعني آخر شيء موضوع المحكمة بشكل عام، وين المحكمة؟ شو عملتوا؟ دفعتوا كل شيء؟ لا لا لا، ما صار هيك، ما صار هيك أبدا. ليه ما استقلتوا من حكومة الرئيس مئاتي؟ لأن حكومة الرئيس مئاتي بالنهاية بفوت على النوايا السياسية اليوم اللي عم بتشوفها أنت. حكومة الرئيس مئاتي ما مارست الكيدية على اللبنانيين، ما اتهمت كل اللبنانيين، وبين انه فريقنا السياسي منه فريق سياسي عم بيشتغل بشخصونية وبحقد. دليل على ذلك انه كل المرجعيات السياسية اللي المرجعيات الإدارية اللي كانت موجودة واللي كنا نحن حاطين فيتو عليها وقتها كانت عم بتقوم بأداء صار موضوعي وبقاها الرئيس نجيب مئاتي، نحن ما عاد عندنا مشكلة معه. نحن كان عندنا مشكلة مع هيدي مش بالشخصي، نحن كنا بالأداء عم نحكي عنا مشكلة. والمحكمة الدولية وقتها كانت عم تتصرف بطريقة الكيدية وبطريقة إذا بدنا نعتبر الزراع الغربي بلبنان لأجندة سياسية معينة كان نحن عنا مشكلة فيها. ما صار ولا جلسة أستاذ سليمان بين كانون الأول وقت استقالت حكومة، وقت استقلتوا من حكومة الرئيس سعد الحريري وتشكيل حكومة الرئيس مئاتي، لم تعقد جلسة واحدة، لم يؤخذ قرار واحد من المحكمة الدولية، وبالتالي كيف عم تقيم انه غير اداءه تصرتوا مع هذا لا الموضوع؟ لا مش عم لك غير اداءه، نحن ما غير، نحن ضده بالمطلق. يعني مش عم نعتبر انه مش منطرح بالموضوع، نحن عم نعتبر انه نحن اول شيء تقلك شغله صغيره تكون واقعي معك، نحن معنا شريك سياسي موجود اللي هو الرئيس نجيب مئاتي، بطبيعه الحال ضمن تكتيك سياسي بدك تريحه. كيف هالحكي يعني؟ انتبه. لا انتبه، انا اليوم انا بدي راعي له خصوصيته. انا ما انطلقت معه، انتبه، انا ما انطلقت مع الرئيس نجيب مئاتي، نحن ما انطلقنا مع الرئيس نجيب مئاتي بانه جاي الرئيس نجيب مئاتي يمثل حاله معينه تناقض الحاله الحريريه السياسيه. نحن ما طلعنا عمليا مش سقطوا لك الرئيس الحريري. حلك شغله صغيره، اليوم نحن اللي عم نقوله انه نحن قادرين نمشي بلد بدون كيديه معينه، بس ولكن نحن تنرجع للنقطه اللي نحن عم نشوفها انه اكيد نحن ما طرحنا موضوع شهود الزور. ما انطرح، هذا خطا، مش منه من خطا. سنتين ونص. نعم، وكل يوم لازم ينطرح. كل يوم. بس ولكن ما فائدته انك انت اليوم تجي تطرح. خليني اسالك سؤال مباشر، الم تقعوا في فخ انه عندما يكون بامكانك تجيب رئيس حكومه بناسبك وقعتوا فيه؟ لا ما وقعنا فيه. ليش الآخرين ببدل اليوم الرئيس جمهورية يتجاوبوا معه؟ حقلك شغلة صغيرة، نحن الطرف الآخر هو رفض يقعد معنا على الطاولة وفق هذه الشروط. اليوم هو وقت رفض كان في رئيس مجلس الوزراء، كان في رئيس نجيب مئاتي، مش انه عم بحكيك كمبدأ. اثنين، انه اليوم انه هيدي سابقة، السابقة صارت لأنه هو رفض. بس ولكن هذا الموضوع ما بينسحب على موضوع رئيس الجمهورية اليوم لسبب كتير بسيط، أنه هني عم بيرفضوا مبدأ أساسي لأنه هو يكون في رئيس منبثق من القاعدة الشعبية المسيحية، هو كان مبدأ أساسي. نحن بنشوف، بتقلي اليوم ترشيح الدكتور جاجة، أنا بشوف ترشيح الدكتور جاجة عم بيجي بإطار واحد اللي هو نوع أنه ما في انتخابات رئيس الجمهورية ولملمة صفوف 14 أدار إلى ما هنالك، وفي أكيد يعني شعور لديهم جميعا يعني أنه ما بيقدر. دكتور جاجة ما عنده حيثية مسيحية؟ بلا، عنده حيثية مسيحية. وليش ما
تدعم وصوله؟ اليوم نحن مع الرئيس القوي والرئيس اللي عنده حيثية مسيحية شعبية، ونحن بنعتبر أي من الأقطاب الأربعة اللي بيوصل على رئيس الجمهورية يعني في شراكة حقيقية بالسلطة. بس ولكن نحن إذا بدك تمشي على الآلية، منطق الآلية بده يكون منطق آلية الأكثر تمثيلا في شعبيا والأكثر تمثيلا في المجلس النيابي، وهذا أمر طبيعي. ونحن نشوف إنه وصلت الرئاسة وصلوا وصل في فراغ. هذا الفراغ على مستوى الرئاسة مش مسؤوليتنا. ليش مش مسؤوليتنا؟ بحلك ليه مش نحن أول شيء حسب تقييمك للفراغ. إذا أنت اليوم بتقيم الفراغ، إذا اليوم بتقيم الفراغ على أساس إنه هذا الفراغ هو سيء، هو أصلاً شيء سيء، بس ولكن هذا السيء ليس من أمر سيأتي هو بالأسوأ إنه نحن نستمر بمرحلة النزيف السياسي للمسيحيين في لبنان. يعني بهالمعنى انه اليوم الفراغ شغلي مش مزبوطة، بس ولكن الفراغ بالنسبه لنا مش بعبع. يعني اذا هذا الفراغ بده يؤسس لحاله وطنيه، لجو وطني، لحاله طوارئ وطنيه، انه نحن بدنا نعالج هذا الموضوع اللي عم بيجمع عليه كل الاقطاب المسيحيه، نحن بنهايه المطاف ليش ما بنكون نحن بنضغط بهذا الاتجاه تنوصل رئيس جمهوريه قوي؟ لانه اليوم اذا عبقى مين خسران استاذ سليمان من الشهور هلا حاليا؟ نعم. ما نخسرونين نحن، ما نكون خسرانين. حقول لك ليش ما نخسرونين. قلت لك انا سبق وين يعني اليوم صايرين انه غياب تاثير، غياب حضور، تباكي على صلاحيات الرئاسه. لا خليني اقول مش المسيحيه خسرانين بالدرجه الاولى. فيني اقول لك نقطه اساسيه برايي المتواضع، يعني اليوم انا قلت لك جردي بانه نحن بهالسنتين اللي قطعوا بالاستحقاقات اللي عم بتصير، ومن بعد وصول البترك بشارع الراعي، هلا رح اسالك عن البترك. نحن واصلين البترك طرح تنزلوا نحن واصلين وتغيبوا عن التشريع، هلا بدي اسالك عنها بعد شوي. نحن واصلين لنقطه اساسيه هي انه اي استحقاق عم بيصير المسيحيه عم بيفكروا بمصلحتهم، اللي كان بالقانون الانتخاب جربوا يوصلوا لمصلحتهم، فاجى التمديد. اجى التمديد اكيد لانه ما صار في تواصل. اي احسن؟ لا ما وصل انتخابات ولا تمديد. انتبه ما قدرنا خدنا اجماع وطني بهذا الموضوع، لانه في طرف اساسي بيعتبر انه كتلته النيابيه اللي هي 35 نائب نص من المسيحيين جايبين اكيد ما له مصلحه بالموضوع. بس حضرتكم صوتوا على التمديد؟ صوتنا على التمديد لانه بالنسبه خليتوا الكتله اللي عندها 35 اعطيتوها سنه ونص زياده. انتبه ما اختلفنا وهلا جاي زيت الوضع رح تعطوا ثلاث سنين زياده. نحن انتبه انت بتمدد، بس ولكن انت اليوم فيك تمدد لظروف سياسيه معينه بتمليها عليك بتعليها عليك اذا بدك تسيير الامور وتسيير المؤسسات كتير منيح بتمدد، بس ولكن انت هذا لا يعني انك تروح على عمليه تشريعيه تشرع من جديد نظام انتخابي مثل قانون غازي كنعان او انظمه انتخابيه. صرت عم تتضايق من قانون غازي كنعان؟ قانون غازي كنعان مش قانون، هذا قانون كنعان الحريري معروف. نعم بس انه صرت تتضايق. اليوم الفكره تقلك شغله، الفكره الاساسيه هي انه نحن منا عم نشرع اليوم شيء سواء بالانتخابات كتشريع او كهيئه انتخابيه كمجلس نواب، نشرع شيء لا يتصل بمصلحه المسيحيين بصله، هذا هو الهدف الاساسي. نحن ما اعترضتوا على ولا قانون بالانتخاب من 92، انتوا حتى بال 92 على المرحله القديمه كله مش المرحله القديمه كل المراحل. لحظه ولا مره القديمة. تيار المردة استاذ سليمان اعترض على قانون انتخاب مجحف في حق المسيحيين، خليني لك ولا مره. نحن سمي لي وحده. اول شيء انت اليوم عم بتقلي بمرحله معينه، نحن كنا وحدنا عم نقاتل، كان في الطرف الاخر موجود برا ونحن موجودين بالارض. كان في اليوم تركيبه سياسيه تمام رجع نعيدها بين رفيق الحريري اللي هو حليف 14 اذار اليوم، وبين السوريين بفتره معينه زمن الوصايص، ومن بعد الشخصيات السياسيه الموجوده بالبلد. كان في تركيبه سياسيه معينه، نحن كنا عم نشوف انه نحن ما بنقدر نوصل لمرحله انه نقدر نحن نفرض اراده معينه وحدنا، بس ولكن على ارض الواقع كل من الاطراف السياديه اللي كنت عم بقول لك عنها بال 92 كنت قادرين تغيروا الوضع. تدعي السياديه لا مش كنا قادرين نحن نغير الوضع، كانت الدوله عم تركب. خليني اقول لك بال 92 كان عدد النواب يعني بيكفي غيب نايبين او ثلاثه، كان ما بينكرر. مش مزبوط هذا الموضوع. انت اليوم الظرف اللي كنت فيه ب 92 باردون الظرف اللي كنت فيه ب 92 كان شو؟ بتتذكر كلمه القطار ماشي اللي قال الرئيس عمر كرامي؟ نحن كان في مدعاه الرئيس كرامي وقتها، كان الرئيس كرامي بفتره وقتها قال القطار ماشي. يعني كان فتره تركيب الدوله وكان في اتفاق الطائف طالع جديد وفي دعم دولي بالنسبه لاتفاق الطائف اللي بيتغيب بتروح عليه. بالنهايه تغيب المسيحيين بهيدي الفتره تحت حجج معينه الى ما هنالك، وعلى اساسها
وعلى أساسها صار في غياب مسيحي تام عن السلطة السياسية. يعني برأيك مثلا لو وقف الوزير فرنجيه بهداك الوقت مع التكتل المسيحي كان قطع قانون الانتخاب؟ ما فيك تيجي تقول لأنه قبل كان في الرئيس فرنجيه وكان في اتفاق الطائف وكان اتفاق الطائف في كل المسيحيين موجودين فيه وصار في انتقاص للصلاحيات. يعني عم بقول لك بهيدي الفترة يعني أنت اليوم كتيار سياسي وحدك ما بتقدر، بس أنت ما فيك تقيس. بعد في ما فيك تقيس 92 الكل مشيوا بالمقاطعة إلا أنتو. ليش بدي أمشي بالمقاطعة؟ إنه آخر شيء مشيت بالمقاطعة اعتراض على قانون الانتخاب. على قليل صوتوا ضد القانون. في 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 خبرة خبرية صوتوا معه. فيني خبرة خبرية، أنت اليوم فيك تقاطع، فيك تقاطع وتوصل لنتيجة، وفيك يعني انك انت توصل لهدفك في عبر المشاركه وفي عبر المقاطعه. انت اليوم انت قاطعت، خليني اقول لك كلمه صغيره، انت قاطعت وبالنهايه جيت اليوم على اي حصان؟ حصان بيت الحريري على البلد. سؤال. انت بالنهايه تصوت للقانون. خليني اكفي لك الفكره. أي. انت اليوم الفكره ان نحن كنا شفنا المقاربه تبعيتنا هي انه الدخول الى السلطه والمعارضه من الداخل. بس انا اليوم ما عرضته ايدته صوتته للقانون. انت بتحكي عن قانون انتخابات. نعم. انا قوانين انتخابيه. نعم. عن قانون 92 يلي لو صوتته ضده ما كان مشي. لا مش مزبوط هالحكي. كان بيمشي ومثل ما قلت لك كانت الدوله عم تركب وكانت عم تنطلق الدوله. انا اليوم ما فيك تيجي تحملني هاي المسؤوليه كلها. لا انا بتحملني، انا بحمل مسؤوليه اليوم اللي انا بكون عم بخالف اذا بدنا التوجه المسيحي العام، التوجه الموضوعي اذا صح التعبير بهذا. يعني 87% من المسيحيه كانوا ضده للقانون هيدا صوتوا عليه. خليني خبر خبري. انت اليوم هيدا الراي العام المسيحي ما بكفي. لا 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 اليوم تقلك شغله صغيره، انت اليوم تجي بتصوت بتمارس ديمقراطيا من الداخل، ما انه انت اليوم تترك البلد وبتروح وبدك تعارض من الخارج والبلد عم بيركب وبده يمشي. عم بيركب بده يمشي. البترك صفير، خليني اقول لك شغله صغيره، البترك صفير كان مغطى كل هالمرحله. كان مغطى اتفاق الطائف وغطى كل الاتفاقات وغطى كل القوانين الانتخابيه. لا 92 ابدا. كيف ما كانت عنده المقاطعه؟ انه القانون 96 92 96 مش امتداد ل 92 وال 2000 مش امتداد ل 96 كلهم عرضوا. شو عم نحكي؟ بس ولكن كلهم عرضوا ما غطى ولا واحد. كل اليوم كل يوم معلش عبره كلهم اعترض عليهم. كان ترى انه شو اعترض؟ ما غطى اتفاق الطائف اللي هو اليوم نحن عم نحمل مسؤوليته انتقاص صلاحيه المسيحيين وكل القوانين الانتخابيه. لا كانوا مغطيهم. ليش ما صوت ما صوتوا عليه المرده باتفاق الطائف ووافق عليه؟ استاذ طوني بلا نحن كنا موجودين. كيف وافقتوا على اشياء ضد الطائف ضد المسيحيه؟ حسب 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 وجهه النظر اللي عم تنحكى من الطرف اللي بيعتبر انه هو اتفاق الطائف انتقاص المسيحيه. بفترتها كنا عم نطلع من حرب وعم نفوت. نحن شفنا انه اتفاق الطائف ممكن انه يدخل اليوم ممكن باردون شوي ممكن انه يدخلها بمرحله جديده. هلا بتقلي الممارسه بالتطبيق كنا وحدنا موجودين. بس الفكره اللي بدي اقول لك اياها معلش بدي مرقها هيدي انه اليوم بالنسبه لتيار المرضى مقاومين الانتخاب وتجاه المسيحيه، لا مش هيك بتصوير الاساس. نحن تعاطينا تجاه المسيحيين بدنا نشوفه من غير زاويه، ما بنشوفه بس موضوع قوانين الانتخاب، نحن بنشوفه سلام بقول انتم مددتوا للمجلس لانه في قانون انتخاب. لحظه ما اخذتوا هيك موقف عندما كان قادرين تغيروا. نحن ما كنا قادرين بهديك الفتره. لاقول لك شغله، الحكم كان لوليد جملاط ولميشيل المر ولسعد الحريري لرفيق الحريري، ما كان لنا الحكم، وكان لاطراف مسيحيه سياديه اليوم موجوده بالسلطه. بس ولكن نحن بتشوف ان احنا كثير من الملفات المسيحيه اللي نحن كنا موجودين بفترتها بالسلطه نحن تعاطينا معها بمنتهى الموضوعيه وشكسنا ليفل بهذا الموضوع. منها موضوع القوات اللبنانيه، حل حزب القوات اللبنانيه، بتعرف تماما انه سليمان فرنجيه الوحيد هو والوزير مخايل الظهر الله يوجه له الخير تحفظوا على حل حزب القوات اللبنانيه بال94. موضوع المؤسسه اللبنانيه للارسال، بتعرف تماما مين حمل المؤسسه اللبنانيه للارسال وكيف اعتبر عبد الحليم خدام انه المسيحيه ما بيمشوا الا بالجزمه، وكان سليمان فرنجيه صمام امان. بتعرف انت القاعده القوتيه تماما، بتعرف تماما كيف تصرف سليمان فرنجيه بمواضيع قانون 1960 اللي اعتبره قانون القضاء اللي كان هو مطلب البترك الصفير الله يوجه له الخير. الوزير فرنجيه وقت عمل وزير داخليه هو فات بهذا القانون. ومين كان رجع اعترض عليه بال 2009؟ مين كان معترض على قانون؟ كان الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه على قانون 60. نعم. بعدين ركب الحلف مع الرئيس رفيق الحريري واصبحوا تيار المستقبل ومسيحيه 14 اذار هم السياديين واصبحنا لم نعد سياسيين. بس انه بال 2009 كان البترك الصفير ضد قانون الستين. ايه حلك لانه فلوا السوريين. ايه وكنتم متمسكين فيه. لا قانون الستين تقلك شغله وقت اجى. خلينا نرفع فاصل هلا نرجع دغري. هل ستستجيبون لطلب البطريرك الراعي بمقاطعه جلسات التشريع يلي حكى عنه امبارح؟ وهل هل فقط العماد ميشيل عون المرشح الوحيد المقبول من طرفكم لتنزلوا على الجلسة؟ وإذا بقي شوية وقت بنحكي عن السلسلة، هل من أمل
مش حيدا الوقت بس ترجع للستينات مش حيدا الوقت بنجرب ما نرجع كثير من قديم شاهدي اف تي في محطة وناول نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم ضيفنا المسؤول الاعلامي في تيار المردى الاستاذ سليمان فرنجيه استاذ فرنجيه سؤال مباشر البطريرك الراعي يدعو الى ان يكون الاولويه والاولويه فقط لانتخاب رئيس جمهوريه وصولا الى مقاطعه الجلسات التشريعيه واستعرض المواد الدستوريه اللي بتحكي انه مجلس النواب هو فقط اليوم هيئه انتخابيه. ليك نحن مع احترامنا للبترك ولسيدنا البترك ونحن مش مختلفين على النوايا اذا بدنا نعتبر اكيد البترك هو مع تعزيز هذا الحضور المسيحي. بس ولكن نحن عندنا نقاط معينه نحن بنشوف انه مش هيك بتصير الامور، بتصير الامور بطريقه اخرى. يعني بمعنى اليوم اذا بدنا نعتبر نحن تعطيل مجلس النيابي هو بحد ذاته بيقدر يجيبنا رئيس جمهوريه بنكون نحن مخطئين بهذا الموضوع. لانه ما في رئيس جمهوريه هو سبب خلاف سياسي، وخلاف سياسي محلي يمتد اقليمي. واضحين؟ واضحين. شو الفكره انه نحن نعطل مجلس النيابي؟ شو عم نقول نحن؟ يعني عم نقول لطرف سياسي انه هو يعيق انتخاب رئيس جمهوري، بالوقت اللي مش هذا هو حقيقه الواقع، حقيقه الواقع يختلف تماما. نحن اليوم ما فينا نجي نقول تعطيل مجلس النيابي وابقاء الحكومه او ابقاء الحكومه وتعطيل مجلس النيابي، هذا امر خطا بهذا الموضوع. اليوم اذا نحن بدنا نوصل لرئيس جمهوريه ورئيس جمهوريه قوي، نحن على طول بنصر على هيدا النقطه وفاكي بنفس الوقت، الطريق مش بتكون بهيدي الطريقه نحن، نحن بنشوف كيف نقدر سبل الضغط انه نقدر نعمل انتخابات رئاسه جمهوريه ولكن الضغط السياسي مش الضغط عبر المؤسسات وتعطيل المؤسسات ولا الضغط عبر التعطيل عبر اتهامات جزافا يمنة ويسرا. البترك يدعو الى النزول الى الجلسه، ليه ما عم تنزل؟ نحن بنعتبر انه لو نزلنا على الجلسه هي نتيجه ذاتها، واحد، اثنين نحن مثل ما قال سليمان بيك امبارح هو اهانه لذكاء اللبنانيين كلهم، انه نحن كمان بننزل على جلسه مجلس نواب ضمن لعبه ديمقراطيه معينه، عندنا هدف سياسي معين، نحن كفريق سياسي كمان نحن ننضمي الى فريق سياسي اللي هو 8 اذار يتبنى ترشيح العماد ميشيل عون بيشوفه الرئيس القوي، نحن بنعتبر انه كمان نزله بطريقه قفزه في المجهول اذا صح التعبير، بجلسه من هالنوع بطبيعه الحال ممكن توصلنا على شيء نحن ما بدنا اياه ضمن اللعبه الديمقراطيه، هي واحد. لعبه ديمقراطيه اما جنرال عون او ما في انتخابات. لا انتبه، نحن هيدي لعبه ديمقراطيه، وقت المشرف بيحط نصاب 86 يعني عم بيعتبر عم يتكلم عن شيء من التوافق السياسي على شخصيه الرئيس، اذا بدك تشرحها دستوريا نحن بنعتبر عندما ينص على نصاب 86 اذا بالدستور يقول بان هذا الامر هو بمثابه تشريع الانتخاب اذا صح التعبير، تشريع التوافق على شخصيه. بس توافق يعني مش فرض، في فرق شوي. مش فرض. منك شايف فرق؟ بشو الفرض؟ مش فرض. خلصت المهله الدستوريه استاذ سليمان. خلصت المهله الدستوريه. شايف انتخاب رئيس. خلصت المهله الدستوريه. منن موافقين 14 اذار على طيب. اعتبار العماد عون مرشح توافقي. نحن ما اختلفنا. ليه ما بتطرح اسم اخر؟ نحن اول شيء ما اختلفنا على هيدي النقطه، نحن عم بقول لك انه هيدا الملف يتصل بالتوافق السياسي. ما هيدا التوافق؟ بده يكون الايمان باطراف السياسيه الاخرى الفاعله بالبلد، طوائف الشريك عم بدها تامن بشغله اساسيه انه نحن بنعتبر انه العماد ميشيل عون ما في اي سبب معين يحول دون وصوله الى سده الرئاسه، نحن مثل ما نحن بنعتبر مثل ما هني كان عنده رده فعل كبيره عند تسميه الرئيس نجيب ميقاتي وانه هذا جرح لوجدان الطائفي السني الكريمي، كذلك الامر نحن عم نقول انه نحن بحاجه لنشارك. ما له حق وحده بوحده؟ لا ما له وحده بوحده، ما هني حكموا من 92 لك استاذ توني، من 92 لليوم صاروا حاكمين 20 سنه 30 سنه مثل الانظمه الدكتاتوريه، يعني ما صار هالشيء نحن ابدا ولا نحن فكرنا ونحن بلا هني حلفاء السوري بلا كان حلفاء السوريين وانتم كان بعدكم حلفاء السوريين انتم ما كنتوا بعدكم حلفاء. بقول لك شغله صغيره، مسار سياسي معين بلبنان كان خاطئ، بشق التكتيكي منه كان خاطئ. نحن بنعتبر تحالفنا مع سوريا كان تحالف استراتيجي لانه نحن بنعتبر انه سوريا بما تمثل من واقع عروبي معين نحن كنا متحالفين معها لمصلحه وطنيه معينه، اما بالتكتيك لا نحن ما بنتبنى يعني هل الوضع اليوم اما ميشيل عون او استمرار الفراغ الى ما شاء مش الله؟ مش قصه بدنا ننتبه لهالفكره، معلش استاذ توني، بتجيو بيقولوا الفراغ وانتم بتتحملوا مسؤوليه الفراغ، نحن عم نقول لهم لا، نحن عندنا الهاجس مشاركه الحقيقيه في السلطه، تخيل منظر اذا قعد الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري محافظ الالقاب، انا بدي اتخيل منظر الشخصيه اللي قاعده بيناتهم، انا خيي عم نمشي فيها بالخيال،
على المسيحيين يفكروا. نحن الشخصية الموجودة بدها تكون بيناتهم، بدها شخصية تخبط إيدها على الطاولة وتقول له أنا هون ونقطع السطر. هذا أو بلا رئاسة بالمرة. إذا بتجي بتقول لي الدكتور جعجع ضمن اللعبة الديمقراطية على بكرة رئيس جمهورية، أنا بقول لك ليش لا. طيب هلا أنا بعتبر رح بردن رح لك ليش هلا اليوم بسألك ليش؟ نعم. لأنه آخر شيء بالنهاية بعارضه وما بنتخبه، بس ما فيني ما أقول إنه المسيحيين ما شاركوا حقيقة في السلطة. طيب. لأنه هذا زعيم يمتلك حيثية شعبية. طيب اليوم 14 أدار دعمته، إذا دعمته كقوة مسيحية مش مزبوط هالكلام. مش دعمته؟ مش دعمته. هذا خلينا نتخبه. طيب بنزلوا على الجلسة اليوم أي عملية بتصير أمنوا نصاب استيستوني نصاب ولا بالكواليس؟ عليكم صريحين القصة بالتوافق السياسي على هذه الشخصية. بده يصير في توافق وطني بمرحلة مصيرية على إشراك المسيحيين حقيقة في السلطة، تجديدا للصيغة إذا صح التعبير، وإحداثا للتوازن إذا بدك بين المشكل السني والشيعي اللي نحن عم نعيشه كل أيام حياتنا يعني، وعم بيدفع لبنان ثمنه. بطبيعة الحال أنه هي كرغبة وطنية وكحالة طوارئ وطنية من ضمن إشراك المسيحيين حقيقة في السلطة بعيد التوازن لهذا البلد. غير هيك نحن بنعتبر أنه منحنا إذا نزلنا على المجلس النيابي شو عم ننزل؟ عم ننزل يا أما في عندك حالتين، يا أما عبكرة هون ريحلوا رئيس جمهورية، أو عم تحكي ب 58 للعماد ميشيل عون، 48 للدكتور جعجع، و 18 للأستاذ هون ريحلوا. ليه ما بتخلوا؟ نحن بننزل على مجلس النيابي إذا القصة بالشكل كثير هيني تصير القصة بالشكل بس. ولكن نحن بترك عم بيقول هيك لماذا تعارضون البطل؟ ليش احنا مش عم نعارض؟ في مشكل مع الموقع استاذ سليمان دائما بتعارضوا هذا الموقع؟ لا لا ابدا. نحن بقلك شغله، نحن عين سئ بهيك فيني اقول لك كلمه صغيره، نحن نرتبط ببكركي دينيا ومرجعيتنا وعلى راسنا وعنا. حتى سيدنا البدرك الراعي بنحبه وبنحترمه وبنعتبره رجل مقدام وجريء، ولكن نحن عندما تتكلم بكركي سياسيا نحن نرد سياسيا، يعني في فرق، لانه دائما ما بتتفقوا معي. لا يعني في عندنا وجهه نظر نحن منقولها بصريح العباره، بكركي يمكن نتفق معه يمكن ما نتفق معه، ولكن نتمنى ان تكون بكركي من وجهه النظر اللي احنا عم نشوفها. نحن عم نقول يا سيدتنا بكركي. ليه ما بيصائب ولا مره هالشيء؟ لا بيصائب، لحو صائب من فتره معينه وبيصائب بفترات اخرى. مش مزبوط، مش مزبوط ما بيصائب. لحو اتفقنا نحول بتركس فير على اتفاق الطائف، انه كنا ملتقيين، التقينا بالاوان الانتخابيه ب 92 بانه انتخب ولا مره التقينا. اختلفنا بال 2000 بلقاء شهوان، بكل شيء اختلفتوا. لا بالسياسه نحكي صراحه، ما بموضوع سوريا في رؤساء جمهوريه، في مجلس نيابي اعترف فيه سيدنا البترك، اعترف في كل الانتخابات طبعا. هي سيد بس عم نحكي بالخطوط السياسيه العامه، بالخطوط تدخل سوريا بلبنان، بقوانين الانتخاب، بالاجحاف وتهميش المسيحيين. ايمتى سيد بكركي حكي عن الموضوع؟ بنداء المطارني الموارني الشهير هوني كان في بلش المأخذ على 92 استاذ سليمان. لا من قوانين الانتخاب شفنا فتره معينه، عشنا 10 سنين بهذا الموضوع. ما معقول يعني مثل هونيك بيقول لك. خليني اسالك سؤال بعد، هل موقف، هل تعتقد ان دعم الرئيس الاسد والسيد حسن نصر الله للعماد ميشيل عون حقيقي؟ يعني اكيد طبيعي، يعني هن بالنهايه هيدا هيدي الدوله إقليمية موجودة، دولة شقيقة، رئيس جمهورية سوري أن يدعم شخصية سياسية لسدة الرئاسة بدولة مجاورة هذا أمر طبيعي. في علاقة شخصية بينه وبين رئيس الأسد، بين له أنه شخصية بالنهاية وطنية وبالنهاية يستطيع أنه يتعامل معه، ما بتدعم بالظهر ولا بتدعم بالظهر يعني، ولا بدل وقفة على كلامه. سيد حسن نصر الله هو حليف للجنرال عون بطبيعة الحال، يدعم وصول العماد عون. هلا اليوم ثم من يعتقد بانه هذا الشيء مش مزبوط، هل برايك مفيد طيب الاعلان بالشكل انه وقت بدك تقول العماد عون مرشح توافقي؟ لا هو توافقي طيب. كيف اي معنى كيف توافق يعني؟ هلا شغله صغيره بدي اقول لك، شغله صغيره اليوم كيف بيكون انسان مرشح توافقي وقت انت بتطلع فيه بتشوفه في مصلحه وطنيه لك؟ السنه بالبلد وتيار المستقبل ما من خلال مصلحه وطنيه معينه اقترعوا للرئيس نبيه بري بال2005 وال2009 رئيس للمجلس النيابي. طيب هون كان في مصلحة وطنية وكان رئيس مجلس النيابي رئيس نبيه بري وفاكي، وأكيد هذا شيء أساسي وهو في صلب 8 أدار. هون ما في تعارض بين الوفاكي وشخصية العماد ميشيل عون، ما في تعارض بهذا الموضوع على الإطلاق. ونحن بنعتبر، انتبه بدي أكد لك على نقطة أساسية، أنه نحن بنعتبر الاتصال بتيار المستقبل والتعاطي مع تيار المستقبل اللي هو أساسي واستراتيجي بهذا البلد، ولا مجال لمفر منه بطبيعي. هذا شيء حق طبيعي أن يتم التعاطي معه، ونحن على بكرة إذا قدر لنا أن نترشح لرئاسة الجمهورية كذلك الأمر بالنسبة لأن هذا حق طبيعي ولا ينتقص من مبادئنا على الإطلاق. لا، تيار المستقبل تيار موجود على الأرض، وبطبيعة الحال نحن بنسعى على طول لنشوف نقاط الالتقاء مع هذا التيار، اللي نحن بنهاية المطاف بنشوف أنه مصلحته بمكان معين ضمن هيدي التركيبة الوطنية اللي بتجيب رئيس جمهورية مسيحي قوي.
هون هل يرى تيار المرضى اخر سؤال بقى معنا النديقة، هل يرى تيار المرضى الانتخابات الرئاسية في الأفق المنظور؟ نحن بنشوف انه اكيد بصير انتخابات رئاسة جمهورية، بس ولكن علينا وعلى سيد بكركي انه نحن ما نحط هاجس الفراغ قدامنا ونعتبره هو موضوع ممكن يعرقل او مثل يقولوا يضر بمصالح المسيحيين بهالبلد او ينتقص معنويته. لا, 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 لا ينتقص هذا الموضوع، بس ولكن نحن معلش اذا بنشد شوي واذا كان في رئيس جمهوريه قوي بقدر اكد لك انه حتى اخصامه السياسيه بيكونوا مرتاحين معه، لانه بيكون رئيس جمهوريه وبيكون وصل لرئاسه الجمهوريه، ومصلحه الاقطاب المسيحيه الباقي هو مع هذا الرئيس القوي. تجربه الرئيس فرنجيه يعني طالما يعني خلص الوقت يعني، بس طالما ما في قبول بالعماد او ما في انتخابات يعني. نحن ما فينا نقول هذا، ما فينا نقول هذا الكلام هيك بهالحقيقة الفجرية. بهالحقيقة نحن مع العماد ميشيل عون، بس النتيجة لا، بس ولكن العماد ميشيل عون وقتها بيشوف ظروفه ما بقى تسمح له وبيعلن عنا، ساعتها نحن منتبنى هيدا الشيء ومنناقش مع حلفائنا موضوع الترشيح وموضوع تعاطي ملف رئاسة الجمهورية. استاذ سليمان فرنجيه المسؤول الإعلامي في تيار المرضى، أهلا بك في ام تي في، إن شاء الله إلى لقاءات. الله يخليك. مشاهدي ام تي في دائما الشكر لكم للمتابعة، والتذكير بأن كل الأخبار موجودة على ام تي في لبنان نيوز على تويتر على فيسبوك وأيضا على mtv.com.lb. شكرا وإلى اللقاء.